تعالوا أكلمكوا عن مصنع مصري 100%. المصنع ده اسمه نواعم، بينتج كل المنتجات القطنية. عندهم بقى شوية حاجات خطيرة واختراعات، خلوني أوريكوا اشتريت ايه من عندهم. هتلاقوا البديهات الكم والنص والكوت، البيزك اللي بتتلبس من تحت الهدوم. أنا عن نفسي جبت الأسود والأبيض، بس هما متوفر عندهم كل الألوان والمقاسات. ولكل الناس بقى اللي بتحب الجيم، فهم عندهم منتجات فيسكوس خطيرة، بنطلون وبرمودا وشورت وهوت شورت، وممكن كمان يتلبسوا من تحت الدريس أو السكيرت. وأصلا الحاجات الفيسكوس بتبقى ناعمة على البشرة وبتمتص العرق كويس جدا وما بتسببش اي اسمرار. ده غير كمان ان الاستك بتاع نواعم استك قوي، مستحيل يتفك مع الغسيل. واصلا هم بيبقوا حاطين تعليمات للغسيل ومواصفات للمنتج. وكمان نواعم عاملين لاين انتاج كامل للاندر ويرز الليزر اللي موجوده في شي ان، بس بدل بقى ما تطلبيها من شي ان وتوصلك بعد اكتر من شهر، تقدري تنزلي تشتريها عادي وباسعار احسن كمان. وميزتها بقى ان ما بيبقاش فيها اي خياطه خالص، فمستحيل تبان من تحت لو لابسه بقى بنطلون او سكيرت او دريس. وعندهم كمان لاين انتاج للاطفال، ممكن تطلبي منتجاتهم لاين، او لو انت في اي ستور تسالي على منتجات نواعم، او تقدري تبعتي مسج على البيج بتاعتهم باسم المنطقه بتاعتك، وهم هيقولوا لك على كل الاماكن المتوفره فيها منتجاتهم في منطقتك.